دلوقتي هنعمل سموزي بقى. نعمل سموزي البلح. اه غيرنا الخلاط بقى. اللبن. ركزي بقى معايا عشان الفقره دي مهمه. دي فقره الخلاط. عندنا الشيف سامح بيحب فقره الخلاط جدا. احنا قلنا ان احنا هنشتغل بفاكهه الموسم يا جماعه. طيب ولازم نستغلها. النهارده فاكهه الموسم بقى هنعمل البلح الاسود. ما قلنا ولسه كانت الأستاذة بتسأل معايا على سندوتشات المدارس. البلح ده بالزبدة لما بيتعمل في العيش الفينو تحط عليه قشطة لبن أو بكريم شانتيه. سوري. طيب احنا أنا هضطر أعمل كده. ده اللبن. أول حاجة بنحطها في الخلاط اللبن. ده عشان بس إيه يعني يعني نخلي الأمور تلف معانا بشكل كويس في الخلاط. حلو كده هنحط كيلو لبن. وممكن ما نستخدموش كله لكن ماشي هنستخدم. هو على حسب نبتدي نشتغل عليه. هناخد معانا البلح بتاعنا ايا كان بقى الكميه اللي عند حضرتك في البيت. ايا كان الكميه اللي ما تتأيديش بحاجه يعني ربع كيلو ماشي نص كيلو ماشي تمشي الدنيا يعني. كويس؟ بلح احنا مقشرينه ومفصصينه. وبعدين ركزوا دي مش هتحط فيها العسل ولا سكر. هي فيها بلح. السموزي ده ما بتحطش فيه عسل ولا سكر. احنا هناخد دي بس معانا كده. طيب احنا ممكن نشيل بس الزبادي يا شيخ. سوري. ماشي. سوري. طيب احنا البيتزا بقى مش عايزين ننساها بقى سموزي وحلو. هنحط برضه زبديه. معلش سوري بقى كده. ماشي. سهوا يعني. طيب. هنحط معانا زبديه وهنحط معانا. طيب احنا ده السموزي البلح باللبن والكريم شانتيه. اول حاجه الشيف حطها كيلو لبن بعد كده البلح بعد كده حط زبادي ودي مش هتستعمل يعني ممكن ما نستعملش فيها عسل نحل او سكر او حاجه لان البلح هيبقى مظبط الدنيا يعني. بالظبط. هناخد معانا مكعبات التلج بتاعتنا الحلوه. اوكي. جميل. طب ممكن لا بس مش هينفع ممكن تخلي بالك من البيتزا؟ ما انا مخلي بالي انا عايزه اقوم اطلعها بصراحه. طيب ماشي انا بقول لك بس عشان لو البيتزا ده حصل لها حاجه انت المسؤوله. ماشي؟ احنا فاضل لها قد ايه طيب؟ ايه؟ فاضل لها قد ايه؟ فاضل لها حاجه بسيطه. ماشي. هتضرب ده واقول لك طلعه. هنضربه كده واحده. احنا يعتبر معانا مفاجأة للشيف سامح. احنا معانا شيف عبده من بورسعيد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. بص الشيف ابتسم ازاي اول ما سمع مكالمتك. ايه المفاجآت الحلوة دي؟ انا شايف انا جوعتني والله. ربنا يخليك يا شيف. انا ربنا يخليك بجد. هذا الحلو اللي انا شايفه دي. ربنا يخليك ربنا يخليك يا شيف عبده. ما شاء الله بتاكل قدامنا كده وسايبني. انا يا شيف عبده لازم ادوق. انت اللي علمتنا لازم ادوق عشان قبل ما الناس تاكل ندوق احنا. ايوه باشا بس انت ما شاء الله يعني. حبيبي يا شيف عبده انت منورني والاتصالاتك المفاجاه دي بتسعدني. وشغل جميل جدا يا باشا ربنا يوفقك. ربنا يخليك يا شيف عبده ربنا يخليك. ربنا يوفقك وما شاء الله وتقدم زياده وزياده بس. ربنا يخليك انا فخور ان انت بتتابعنا يا شيف عبده انت استاذ الاساتذه. حبيبي يا سموع ده انت يعني ده انا بقيت تلميذك يا باشا. حبيبي يا شيف عبده انا فخور في يوم من الايام ان انا اتعاملت معاك وان انت فعلا شيف محترم وشيف عظيم يعني. حبيبي يا سموع. ربنا يخليك يا شيف عبده ميرسي على اتصالك. نورتنا يا شيف. نكمل بقى. ايوه كده ده القوام اللي احنا عايزينه. الله ممكن بقى خلاص كده نطلع البيتزا ولا ايه؟ نطلع البيتزا رايك كده؟ مش اتحرقت مني وانتي السبب و لا لسه فاضل يعني ثلاث دقائق كده. ماشي فاضل ثلاث دقائق كده يبقى احنا نعمل معانا حاجه كده مهمه جدا بعد اذنكم. ماشي ده كده السموزي خلص ولا لسه في حاجه؟ خلاص اهو تقريبا. طيب السموزي اللي ما حضرش معانا المكونات او المقادير احنا ممكن نشوف المقادير بتاعت السموزي البلح. طيب هناخد معانا كده ومش هنملى للاخر يا جماعه. طيب ده كان كيلو لبن
عليه البلح وزبادي، وزي ما الشيف قال مش هنحط سكر ولا لا لا خالص ولا عسل ولا اي لا حاجه لا خالص. احنا عايزين قوامه كده يبقى يعني ماسك نفسه كده، بس هو يعني كان عايز تلج اكتر، لكن مفيش مشاكل تمشي الدنيا. جميل. ممكن نكمل بقى معانا كده حبه عشان نكمل الشوب الاخراني ده كده. ماشي اوكي. احنا كده عملنا، مش هنملى بقى للاخر. ليه مش هنملى للاخر؟ اقول لحضرتك. هتحط حاجات اكيد. اه طبعا. اه هنجيب القرطاس الظريف بتاعنا اللي احنا بنعمله كل مره. ده اللي ما عندوش ممكن يعمله في البيت. اللي ما عندوش يعمله في البيت. اوكي. اللي ما عندوش القمع او اللي ما عندوش ال ال اه هو كده اه بالظبط كده. هناخد معانا، نحط معانا الكريمه اللباني بتاعتنا او الكريم شانتيه اللي مضروب. كريمه لباني او كريم شانتيه؟ اه الموجود. طيب اللي مضروب عندك جاهز. والكريمه اللباني برضو بتتضرب بميه ساقعه ولا بتبقى؟ اه بنسقعها هي نفسها. بنسقع الكريمه نفسها ونستخدمها زي ما هي. بالظبط، بنسقعها زي ما هي كده وبنستخدمها من غير اي حاجه. طيب هنحط معانا هنا. جميل. السموزي ده مشكلة عادية. جدا. اه حلوة لانه فاخر جدا. طيب نقدر برضو نستخدم الكريمة، الكريمة اللباني صح ولا هي كريمة الكريمة دي يا جماعة؟ انا مش عايز بقى القمع ولا حاجة. طيب الكريمة دي اصلا عدمة ما فيهاش سكر، عشان نركز بس في الكلام. عدمة ما فيهاش سكر، فاحنا بنحط اللبن هيبقى محلون جدا من البلح. فاحنا هي تعتبر تكسر ال بالظبط كده، تكسر السكر يعني. في نفس الوقت بتديله دسم، في نفس الوقت بيبقى معانا الايتم مختلف شويه. طيب شيف احنا معانا 5 دقايق وعايزه اطلع البيتزا بقى، معلش عشان خايفه عليه. خلاص احنا خلصنا كل حاجه اهو. خلصنا كل حاجه، خلصنا كل حاجه.